على الرغم من مساحة مصر الكبيرة إلا أن السكان بيتركزوا في العاصمة والدلتا. اتجهت الدولة من السبعينات إلى أنها تنشئ مدن صحراوية جديدة حوالين العاصمة لتقليل الكثافة السكانية، ولكن بيقابلهم مشكلات في حياتهم اليومية أهمها مشكلة المواصلات. مشروع بحثي في الجامعة الأمريكية بيقدم حلول للسياسات البديلة هيعرفنا النهاردة إيه المشكلة وإيه حلها. وأحد مؤسسي مواصلات القاهرة الفريق المشارك اللي تم معنا إنتاج هذه الورقة البحثية. وأيضاً يسعدني أن أرحب الأستاذ أحمد الليسي على يميني، وهو مدير عمليات شركة مواصلات مصر، وهو أحد الخبراء المختصين بإدارة المعلومات فيما يختص بإدارة عمليات المواصلات. كما يشرفني أيضاً أنه ينضم إلى اليوم الدكتور سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان للمواصلات والطرق، لكن للأسف هو هينضم إلينا متأخرا بعض الوقت، إن هو كان في اجتماع مع وزير النقل. هينضم إلينا أظن بعد ما الأستاذ محمد حجازي هيقوم بعرض تقديم الورق وأهم نتائجه. الجدول النهارده إن شاء الله الأستاذ محمد حجازي هيتم بعرض وافي للورقة ومنهجيتها والسياسات اللي بتطرحها الورقة لصنع السياسة في مصر، وبعدين هنترك فرصة للتعقيب من الأستاذ أحمد الليسي والدكتور سامي أبو زيد، وبعدين نفتح بعض من الوقت للنقاش للسادة الحضور، بحيث إن احنا ننتهي معنا إن شاء الله الساعة. مرة أخرى برحب بكم في القاعة الشرقية للجامعة الأمريكية للقاهرة، يسعدني جدا حضوركم ويسعدني حضور هذا المجموعة الكبيرة المهتمة أحد المشاكل الرئيسية اللي بتواجهنا في مصر بصفة يومية بصفة شاملة. ما فيش حد فينا لا يعاني ولا يشتكي من مشاكل الزحام ومشاكل التنقل الجماعي والخاص داخل القاهرة عموما وداخل الجمهورية بشكل عام. نتعرف بحضرتك؟ اسمي سارة طرمان، مدير الأبحاث في مشروع السياسات البديلة بالجامعة الأمريكية. ممكن تعرفينا بالمشروع؟ مشروع حلول السياسات البديلة هو مشروع بالجامعة الأمريكية بنحاول من خلاله نرفع الوعي للجمهور على أهم القضايا الموجودة في مصر، بالإضافة عرض بعض الحلول اللي يمكن تبنيها لحل المشاكل الموجودة. بنعمل ده من خلال كذا منتج عندنا. المنتجات الرئيسية هي أوراق سياسية وأوراق مرجعية، من خلالها بنشتغل على مواضيع مختلفة بنحاول فيها عرض المشكلة وسبل حلها. حالياً اشتغلنا على 6 ورقات، تم عرض 3 دلوقتي صفر، الضرايب ورقتين، ودلوقتي النقل بتاع النهاردة، وعندنا إن شاء الله 3 تانيين. تاني حاجة بنحاول نحن نعمل ندوات شهرية. الندوات الشهرية دي بتبقى على نمطين، إما نمط إن احنا بنجيب خبير دولي أو علامة مصري، خبير برضو مصري بيجي يكلمنا على الوضع الحالي أو أفضل الممارسات الحالية لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية عامة، أو إن هو بيبقى عرض لنتائج الأبحاث بتاعتنا زي الإيفنت بتاع النهاردة. عندنا منتج ثالث وهو الكومنتاريز أو مقالات صغيرة، بتبقى بتاخد شكلين، إما مقال مكتوب أو انترفيو صغيرة. ده بينزل أسبوعيا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الويب سايت، بنحاول إن احنا نتكلم فيه كل أسبوع عن قضية معينة، ودي بيبقى ما بين إن هي مقالة رأي بس بتستند على أدلة من أبحاث، وبنحاول إن احنا ننزلها كل أسبوع. حضرتك مهندس سامي ابو زيد، مستشار وزير الاسكان للطرق والنقل. ازاي الدوله هتقدر تنفذ الحلول اللي اتقدمت النهارده؟ هو اللي اتقدم النهارده احد الحلول، مش كل الحلول يعني، لكن هو الحل اللي متقدم ده هو نفس السياسات اللي الدوله بتنتهجها، اللي هي ازاي نقلل زمن الرحله بسعر تكلفه مناسب ونقدم بخدمه بجوده عاليه وفي وقت مناسب وقياسي، وده اللي احنا بنشتغل عليه
بكل مشروعات النقل اللي بتجري حاليا دلوقتي. هيكون متنفس تبع خطه 2030؟ لا، احنا بنتكلم على خطط بدات بالفعل، يعني مش هنستنى 2030، احنا بنشتغل على مشاريع ظهرت بالفعل دلوقتي، وعلى السنه الجايه 2020 ان شاء الله هتكون في مشاريع كتير ظهرت من المشاريع اللي بنتكلم عليها. وطبعا في مشاريع كبيره زي المونوريل والقطار الكهربائي، وبالاضافه لمشروعات المترو دي شغاله، دي هتظهر على يعني في بيظهر دلوقتي المترو بيظهر كل شويه، علينا المونوريل هيظهر 2022 وغيره هيظهر 2021 ال ار تي، وبالتالي في مشاريع متنوعه بالاضافه طبعا للبي ار تي، متوقع انه يبقى على نهايه 2020 يبقى موجود، وبقيه وسائل النقل الاخرى الاتوبيسات العاديه اللي هي زي ما قلت ان هي اتوبيسات النقل الجماعي الذكي، مفيش كل التوجه اي تراخيص، اي ترخيص لاي وسيله نقل جماعي بعد كده لازم تكون مهيئه ومجهزه بالانتليجنت سيستم او الاي تي سيستم اللي هو بيتم التحكم فيها من خلال وحده النقل الجماعي الذكيه اللي تم انشائها بالفعل في هيئه المجتمعات الوطنيه. شكرا لحضرتك جدا. نتعرف بيكي. نوران، طالبه في كليه عماره جامعه المنيه. ايه رايك في الايفنت النهارده؟ لا، كان مثمر الحقيقه، يعني هو كان مختلف عن اي حاجه انا حضرتها قبل كده، بس يعني كان جميل. شايفه الحلول كانت مفيده وان هي بتقدر تتطبق؟ حقيقة يعني كان في بعض النقط كانت ناقصه شويه. اولا ما كانش في دراسه، يعني ما فيش statistics او احصائيات متاحه لينا احنا كمستمعين، فما نبقاش عارفين الكلام بيز على ايه، من سنه كام او كده. ومثلا كان في نقطة تانية ليها علاقة بمثلا التنقل ما بين المدن العمرانية الجديدة اللي بعضيها، ففي بعض المدن يعني هي متشالة خالص من الحسبان، ضمنها مثلا مدينة ساكنة فيها مدينة العبور، هم حتى لما بسألتهم بعد الندوة هم قالوا لي it's not profitable خالص ليهم، عشان هم شايفين من غير مش بيس على أي دراسة، هم بس شايفين هي مش هتبقى يعني مش هيكسبوا غير ربحية بالظبط، علشان ما فيش طلب كتير على المواصلات العامة، فده كان شيء اللي أنا صراحة يعني أحزنني في الندوة. بس شكرا جدا.